السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمحطة نتاع المسافرين نتاع اللي تقع بتليمسان، واللي نشوف روعة نتاع يعني الجانب المعماري الإسلامي الجزائري، الذي يعني هو يعتبر حصيلة للتراكمات الحضارية والمعمارية التي مرت على المنطقة منها، وبالخصوص الطراز المعماري الأندلسي الذي وظف أحسن توظيف في هذه المحطة الرائعة اللي أترككم تتابعون هذا الفيديو الجميل عن هذه المحطة. والسلام عليكم.